يا دكتور، انت جاي تشمت فيا ولا ايه؟ لا يا ويشي، مش ده اللي انا عاوزه. انت عارف انا عايز ايه؟ انت كده كده رايح في داهيه بكميه الادله اللي مسكوها عليك. مش هتخسر حاجه لو قلت لي. عجايب، ما انا قلت لك قبل كده يا دكتور، قلت لك وانت ما صدقتنيش وركبت دماغك بالمشقلب وما نزلتش منها لحد دلوقتي. قلت لك اني لا انا ولا التهامي لينا دخل بالموضوع ده، لا من بعيد ولا من قريب. مش قلت لك مش هيقول لك حاجه؟ انا اصلا مش جاي ابلغ عليك، انا ما عنديش اي دليل ضدك اصلا، انا بس محتاجك تريحني. انا نفسي اقلب الصفحه دي، انت مش هتخسر حاجه لو قلت لي. طب انا هقول لك على حاجه تريحك. سيبك منه، ده بيلعب بيك. قول ايه اللي هيريحني؟ عاصم عبد الرحيم بتاع العربيات، هو ده، هو ده السبب في موت ابوك الله يرحمه. علشان ابويا الله يرحمه يعني حكم على زياد ابنه بالسجن؟ لا، عشان غدر بيهم هما الاثنين. غدر بيهم يعني ايه؟ ابوك الله يرحمه اتفق مع الحاج عاصم عبد الرحيم انه هيحكم على الواد بالبراءه بعد ما قفش طبعا، وبعدين امتصص الواد حكم. انت بتقول ايه؟ تلاتة بالله العظيم انا عارف انك مش هتصدق. يعني معقول انت هتصدق ان سيادة المستشار ابوك الله يرحمه مرتشي؟ على العموم عندك الحاج عاصم لسه حي ولسه، روح اسأله.